بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزملاء الكرام في مهنة المتاعب، نراكم بين الحين والآخر ونسعد بلقياكم ورؤياكم، فمرحبا بكم في الجزيرة. اليوم مؤتمرنا هذا يتعلق بتقديم صورة عامة عن مؤتمر أو قمة الرواد الذي نبدأه غدا إن شاء الله، ويستمر إلى ما بعد غد، يعني يوم 5 و6، ويعالج مستقبل الإعلام. وعندما نتحدث عن مستقبل الإعلام نتحدث عن طرفين. الطرف الأول يتعلق بالإعلام كما نمارسه نحن الإعلاميين، أي ما يتعلق بالعمل الصحفي، والطرف الثاني يتعلق بالتكنولوجيا التي نستعملها والتي تنتجها شركات متخصصة نحن في حاجة إليها كما أنهم في حاجة إلينا. وأعتقد أن الفكرة الأساسية والتي سوف يتحدث عنها الزميل محمد أبو عقلة وزميلنا أبو عبد الرحمن عبد الله النجار لاحقا، هي في تشكيل علاقة نقول ربما جديدة بين طرفي المعادلة هذه. فشركات تكنولوجيات الإعلام عادة تنتج أجهزتها التي نستعملها نحن، ولكنها لا تعرف تماما إلى أي حد يمكن لهذه الأجهزة أن تستعمل، أو أن الإعلاميين في حاجة إليها. وعندما تستعمل هذه الأجهزة من طرف الإعلاميين وربما تنتشر، كثيرا ما لا تعرف هذه الشركات عن التحديات التي يواجهها الإعلاميون في استعمالهم لهذه القضايا، وعن تداعيات هذا الاستعمال خاصة في عهدنا هذا، عهد الإعلام الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد بشكل عام. ولهذا فإنهم في حاجة إلى معرفة احتياجاتنا نحن والتحديات التي نواجهها، بينما نحن في حاجة إلى أن نعرف تصورهم للمستقبل، مشاريعهم المستقبلية، كيف ينظرون إلى مستقبل الإعلام من وجهة نظر التكنولوجيا، ما الذي يخبئه لنا عالم التكنولوجيا هذا، وهو يفاجئنا تقريبا يوميا بأجهزة جديدة وبتطبيقات جديدة نحن نستعملها لاحقا. الجزيرة بطبيعة الحال فخورة جدا بالتطور الذي حدث في قطاعها التكنولوجي والتشغيلي، وهذا القطاع هو الذي تمكن من ربط هذه العلاقة، علاقة الشراكة مع شركات التكنولوجيا، ولهذا نحن نشكر هذا القطاع على هذا العمل وعلى هذا النجاح. و هذا النجاح يبرز أن الجزيرة حقيقة نجحت ليس فقط في مجال الإعلام كما نعرفه تقليديا، أي إنتاج المحتوى، ولكن أيضا في الإسهام في التعامل مع الشركات التي تطور وسائل التكنولوجيا هذه. لا أريد أن أمس الجوانب التي يتحدث عنها المختصون في التكنولوجيا، ولكنني فقط أريد أن أقول بأن الجزيرة فخورة بهذا النجاح، فخورة بهذا الإنجاز. وأعتقد أنكم لاحظتم في مؤتمر القادة والرواد تبع السنة الماضية، لاحظتم يعني عدد المشاركين وأهمية المشاركين في الملتقى، و
أهمية القضايا التي طرحت، وفي هذه السنة بطبيعة الحال سوف تجدون إن شاء الله يعني ما وجدتموه في السنة الماضية وربما فيه المزيد. وأعتقد أن المؤتمر هذا له أهمية خاصة هذه السنة، ونحن نعيش في لازلنا نعيش في أجواء الحصار المضروب على قطر والمضروب على الجزيرة، وبطبيعة الحال لكل هذا دلالات، فحضور هذه الشركات له دلالته أيضا في هذا المجال، رغم أننا نريد أن نترك هذا الموضوع في إطاره الإعلامي بمجاليه كما تحدث. أشكركم على مجيئكم حقيقة، وأترك الكلمة للزملاء كيف رتبتم القضية. عبد الله نجار كما تعرفون هو المدير التنفيذي لقطاع الهوية، وهو المسؤول في هذه الحالة عن العلاقات الدولية أيضا مع فريقه. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم جميعا. ستحدث باللغة الإنجليزية. إن شبكتنا كما تعلمون التي انطلقت في العام 1996 كقناة واحدة كانت تقوم على محاولة تقديم مادة خبرية موثقة وموثوق منها لكافة مواطنين العرب الذين عانوا من الإعلام الحكومي لمدى عقود. والآن بعد 20 سنة لقد تطورنا بصورة واضحة وبصورة أسرع، بما ساعدنا دائما على محاولة تقديم خدمة إعلامية عبر العالم، عبر الجزيرة والجزيرة الإنجليزية وإيجي بلاس وباقي القنوات الشبكة. ونحن الآن نواجه تحديات كبرى، ولأننا اخترنا أن نتحدث عن الحقيقة ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن هذا الأمر، فإن آخر تحدي واجهنا وهو الدعوة إلى صمتنا أو إسكاتنا من قبل دول الحصار لحكومات مصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية، وذلك في محاولة لقصف المكان الذي نوجد فيه. ونحن ملتزمون أن نواصل المسير كما قلنا في السابق، وبصرف النظر عن مهمتنا فإننا أيضا مدعوون للعب دور القيادة في الأماكن التي لم ينجح فيها الآخرون. ولهذا فنعتبر أن عملنا الآن كعملنا سيوجه نحو القطاع الرقمي، إن هذه القمة تمثل جزءا من عملنا القيادي، وذلك عبر مجموع الأسئلة المطروحة والتحديات والآفاق المطروحة مستقبلا، وكيف يمكننا نحكم كإعلاميين محترفين أن ننتج معلومة ومادة خبرية فاعلية عبر استعانة بوسائل تكنولوجيا تقديم خدمة العالم. ولهذا نعتبر أن الميديا أن وسائل الإعلام والتكنولوجيا عناصر أساسية جدا. للتصدي إلى الحالات المسجلة على مستوى الاختلال في العالم، ونحن نسعى إلى تقريب أصوات العالم. ولهذا فإننا نعتبر بأن هذه الأمار تسعى إلى محاولة تحقيق أحلام وتحقيق المستقبل، ونعتبر بأن رواد المستقبل أو النقاش رواد المستقبل سيكون مدعاة، وأن هذه القمة ستكون مجهودا جماعيا لجعل تقريب بين وجهات النظر بين رواد الإعلام ويجتمعون في الدوحة. وكما قال الدكتور مصطفى فإن هذا يشكل شيئا مهما بالنسبة لنا جميعا وللجزيرة أيضا. نحن نسعى إلى أن نجمع أصدقائنا وزملائنا وأن نعمل على خلق آلية مهمة جدا للتعاون والعمل المشترك. شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية محمد أبو عقلة طبعا هو مدير قطاع التكنولوجيا والتشغيل في الجزيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يعني أود أن أشكر الإخوة الصحفيين لتغطية هذا الحدث الهام.
أعتقد أن هناك ثلاثة أشياء يعني يجب أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نتحدث عن هذه القمة. الشيء الأول هو لماذا وجدت القمة، وهي كما ذكر الدكتور مصطفى السبب الرئيس كان هو محاولة خلق توازن ما بين الشركات التي تصنع التقنية وما بين من يستهلك أو من يستخدم هذه التقنيات في أداء أعمالهم اليومية. فالتوازن كان مطلوباً لأننا وبعد 20 عاماً وكذلك الحال مع معظم الشركات الإعلامية الأخرى نكتشف بأننا نشتري يعني كميات من التقنيات وربما نستخدم جزئيات من هذه الكميات، وكلكم كل من يحمل موبايل أو كل من يحمل كاميرا يستخدم على الأكثر 10 أو 20% من خواصها. فلماذا لا نحرك المعادلة قليلاً ونشتري أشياء فعلاً نقدر أن نستفيد منها فائدة قصوى، وكذلك لماذا لا نكون جزء مساهم من عملية التفكير في ماذا يجب أن يصنع بناء على احتياجاتنا وبناء على استشراف ما هو المستقبل. فهذا هو السبب الأول. الشيء الثاني الذي أعتقد أنه جدير بالذكر هو الاهتمام الذي توليه شبكة الجزيرة برعاية يعني التقنية وكذلك التطلع إلى آفاق العلاقات مع الشركات العالمية ربما بطريقة مغايرة لما كان الوضع عليه في الماضي البعيد، وكذلك بطريقة مغايرة لبعض من الشبكات والشركات الثانية. يعني حاولنا أن نصنع علاقات على مستوى يسمح لنا بأن نكون قريبين جدا من مواقع صنع القرار في هذه الشركات حتى نساهم معهم في إيضاح صورة أفضل عن ما تتوقعه المؤسسات الإعلامية، وأن نسهم معهم كذلك في وضع تصور لما سيكون مستقبل الإعلام بحاجة إليه من تقنيات، وكذلك العمل على استلهام أو دمج بعض الأفكار التي تستخدم في قطاعات مختلفة كالقطاع المالي أو قطاعات اقتصادية مغايرة، ويعني دراسة ومعرفة مدى الاستفادة منها في قطاع الإعلام، إذ بلا شك بعض المشاكل التي تواجهنا قد تواجه آخرين في صناعات مختلفة، ولكن لأننا يمكن لأسباب عدة نتقوقع داخل مؤسساتنا فربما لا نجد الفرصة في التحاور مع الآخرين خارج المجال الإعلامي حتى نستفيد من تجاربهم ونجد أطر لحلول مستقبلية. الشيء الثالث والمهم الذي يجب ذكره أن هذه هي النسخة الثانية من المؤتمر، والذي إن شاء الله نطمح أن يكون عادة سنوية تقوم الجزيرة باستضافتها هنا في الدوحة. من أهم الأشياء التي يجب علي أن أذكرها هو تضاعف عدد المشتركين أو المشاركين هذه السنة، ليس ضعفاً بس 3 أضعاف، تضاعف عدد الرعاة 3 أضعاف، تضاعف عدد المحاضرات 3 أضعاف. فيعني نتوقع إن شاء الله نجاح، ونتمنى إن شاء الله أن يكون نجاحاً مبهراً، ويعني نحن شاكرون لكل من الشركات التي قامت برعاية والمساعدة في وضع بصمات هذا المؤتمر، وكذلك كل من جاءونا من الدول الأوروبية ومن الدول الإفريقية ومن الدول الآسيوية أو من أمريكا للمشاركة وإيصال صوتهم. ما وجدناه هو أن الفكرة لها صدى، وصدى الفكرة هو أن الناس أو الشركات الثانية أصبحوا يعني على مقربة منا في التواصل بنفس الآلية مع الشركات الكبرى، فكوننا جماعات صغيرة، ونطمح أن يكون هذا المؤتمر هو نواة ليست للضغط مع الشركات أو للضغط على الشركات الكبرى، بل لفعلا إيصال صوت المستهلك إلى الشركات أو صوت المستخدم إلى الشركات بطريقة فعالة، وأعتقد أن هذا جزء من رسالة الجزيرة وهي صوت من لا صوت له. شكرا جزيلا. شكرا محمد. أعتقد أننا أنا لدينا حوالي ربع ساعة للأسئلة إذا كانت لديكم. الله ممكن يجير.
فقط تريد أن أؤكد على ضرورة التركيز على هذا قمة الرواد. يعني أنا مستعدين للإجابة على أسئلة أخرى، لكن نود أن نركز على هذا الموضوع أكثر اليوم. شكرا. أنا أحمد بان من قناة هريان. تعلم من بعض التفاصيل المتروكة للمؤتمر، لكن بالعودة إلى العنوان والتكنولوجيا استحابة، ما الذي تتطلعون إليه وما الذي ستضيف هذه التكنولوجيا للإعلام على مستوى الجودة وعلى مستوى السرعة والأسعار؟ ثانيا، تحدثتم عن طرفين، عن المؤسسات الإعلامية والشركات التكنولوجيا، ماذا عن المتلقي؟ هل سيكون له دور، خاصة أن الإعلام اليوم أصبح إعلام تفاعلي أكثر؟ شكرا على السؤال. بالنسبة للتقنية التكنولوجيا السحابية أو ما يسمى بالكلاود تكنولوجي، أنا أعتقد أنه أشرتها لها يعني بطريقة غير مباشرة، هي استلهام نفس الأفكار التي يعني تستفاد منها أو استفادت منها صناعات أخرى، ربما تنقل محتوى ولكن ليس بالضرورة هو نفس المحتوى. مثلا إذا نظرنا إلى المجال الصحي، ينقل محتوى صور أشعة، صور عمليات وهكذا، فيحتاجون إلى آلية لنقل المحتوى بطريقة وتخزين المحتوى بطريقة تسمح بالتشارك، تسمح بأن يعني يستعاد في أي وقت من أي مكان على أي منصة، وكذلك صناعات أخرى يعني لديهم نفس المشاكل. فعندما توجهنا بهذه الأفكار أو هذه الهموم من جانبنا نحن كممثلين مثلا للجزيرة في مجال التقني وتحديدا فيما يخص الصناعات الإعلامية، وجدنا أنه هنالك فرص وهنالك تحديات كعادة الأمر يجب أن تدرس وتشاور حولها الناس في مجال التقنية السحابة الإلكترونية وما إلى ذلك. فسيكون إن شاء الله هنالك مسار خاص في هذه الجلسات إن شاء الله في اليومين القادمين لمناقشة ماذا يعني استخدام السحابة لغرف الأخبار أو للمستخدم، ماذا يعني في سير العمل، وكذلك من ناحية تكاليف مالية وما إلى ذلك، وماذا يعني من تحديات تقنية وأمن معلومات وما إلى ذلك. فيعني سيسهب الحاضرون من جميع أنحاء العالم في نقاش هذا الأمر، فنترك المجال لهم يعني في حتى لا نفقد عليهم فرصة التحدث. يعني الحقيقة بس إضافة بسيطة لكلام الأخ محمد، إحنا أعلننا في احتفالية العشرين، احتفالية الجزيرة العشرين، بأن شبكة الجزيرة الإعلامية هي الشركة الإعلامية الوحيدة في الحقيقة اللي قدمت الخدمات السحابية في ذاك الوقت، ومعظم المؤسسات الإعلامية الكبرى جاءت بعد الجزيرة. أنا أعرف أحد المؤسسات دون ذكر الأسماء استددت الخدمات السحابية لمجالها الإعلامي 1/4/2018، فالجزيرة كانت رائدة في الحقيقة في تقديم هذه الخدمات في 1/11/2016. في سؤالين في الواقع، السؤال الأول عن السحابة أعتقد محمد أجاب عليه بشكل جيد، ولكن أريد فقط أن أوضح الفكرة، لأنه وقد ناقشت الموضوع معهم فمعلوماتي من أصلاً جاية من جماعة التكنولوجية، وهو أن الكثير من الناس لما يسمعوا كلمة السحابة يعني يفكروا في شيء موجود في الجو يعني زي السحاب، وهذه قضية آلية للتخزين والاستعادة. أوكي؟ يعني لا، نحن لدينا هواتفنا، عندما نأخذ عشرات الصور وتبقى مخزنة في الهاتف، فإننا بعد فترة، بعد 6 شهور، سنة كذا، يمتلئ الموضوع. لكن إذا خزناها، إذا كان لدينا اشتراك في السحابة وخزناها في السحابة، نستطيع أن نستعيدها في أي لحظة نريدها من دون أن نخشى على الحجم المطلوب في هواتفنا. فما بالك، فكر هذا على المستوى الشخصي، عندما نفكر على مستوى قناة تلفزيونية أو شبكة تلفزيونية، اضرب يعني هذا الحجم الذي نخزنه على الهاتف بألاف وبمئات الألاف، أين يخزن؟ بطبيعة الحال في الشكل التقليدي كنا نخزن على مختلف الأشياء، خاصة على الأشرطة وعلى كذا، الآن فيها الديجيتال. الآن بعد ذلك جاءتنا فكرة السحابة هذه، نحن نخزن كميات ضخمة جدا جدا، يمكن أن نستعيدها في أي لحظة، يمكن أن نتشارك
بها مع الآخرين، يمكن أن يستعملوها مراسلونا حيثما كانوا حيثما وجدوا بسهولة ويسر وبدقة كبيرة وب يعني نوعية مرتفعة. هنا تأتي أهمية السحابة هذه. على كل الخبراء يحدثونكم عن ذلك ربما غدا وبعد غد في الملتقى، لكن أردت أن أعطي فكرة. لماذا؟ لأن بعض الزملاء الصحفيين لم يستوعبوا فكرة السحابة ما هي. هذه من حيث الموضوع هذا. الموضوع الثاني، احنا تكلمنا على طرفي المعادلة فيما يتعلق بالمؤتمر. اوكي، احنا عندنا طرفين، يعني احنا لم نأتي بمجموعة من المتلقين المستعملين للتلفزيون ولا للديجيتال ولا كذا وقلنا لهم تعالوا قولوا لنا عن تجربتكم انتم، لكن كلنا ايضا متلقين. نحن لسنا مجرد يعني منتجين للمحتوى، وشركات التكنولوجيا ليست مجرد منتجة للتكنولوجيات ولكنها أيضا تتلقى هذه الأعمال، لأن شركات التكنولوجيا تتلقى المحتوى الذي ننتجه عن طريق الأجهزة التي تنتجه. فإذا تجربة بشكل أو بآخر تجربة المتلقي موجودة لدينا، لكن الكثير من القضايا التي تناقش في هذا المؤتمر تتعلق بالمتلقي. كيف يتلقى الجمهور هذا المحتوى عبر هذه التكنولوجيات؟ ما هي التحديات التي يواجهها الجمهور؟ ما بالإضافة إلى التحديات التي نواجهها نحن، يعني لدينا إحدى كبريات المشاكل اللي هي القرصنة. طيب القرصنة هي جزء من هذا العمل هذا، والكثير من الناس يعتقدون مثلا أنه والله ربما عملية القرصنة تصبح أكثر سهولة عندما نخزن موادنا في السحابة، بينما بعض الزملاء الآخرين يقولوا العكس تماما هو الصحيح، فقضية السحابة هذه محروسة حراسة قوية جدا، يعني بأسلحة ثقيلة جدا يعني. فإذا كل هذه الأمور مطروحة. ثانيا، عندما نتحدث عن التكنولوجيا نتحدث عن مرحلة كل شخص يملك هاتف أصبح يعتقد في نفسه أنه صحافي، ينتج خبر، يرسل صورة، يرسل خبر، يرسل كذا، ولدينا طوفان من المعلومات من الأخبار ومن الصور ومن الفيديوهات تصل إلينا جميعا كل في مجال اختصاصه. كيف نتأكد من أن هذا، يعني كيف نميز بين المواد الجيدة، بين المواد الإعلامية والمواد تبع الشاتينج، يعني الحديث البسيط بين الناس والتواصل وكذا إلى آخره، يعني ما تنتجه الشبكات التواصل الاجتماعي وتسمى تواصل اجتماعي، هذه ليست إعلام. أنا أريد أن أكرر هذه تقريبا في كل جلسة. لماذا؟ لأن الناس يتحدثون عن الإعلام ويتحدثون عن ضعف الإعلام وهم يقصدون شبكات التواصل. شبكات التواصل ليست إعلام، ممكن في بعض الحالات تفيد، ممكن يعني في توصيل بعض الأخبار أو بعض الصور، يمكن تفيد في توزيع بعض الأخبار والصور الصحيحة، لكن في الكثير من الحالات لا يعتد بها فيما يعني إعلاميا. نحن إذا عندما نتحدث عن هذه القضايا خاصة يعني التداخل بين القطبين كما قلت، فإن المتلقي معنا دائما معنا، لم ننساه إن شاء الله يعني. مرحبا، نايف الشميري الصحفي وإعلامي من الكويت. مستقبل الإعلام قمة الرواد، هل هناك في نية إلى عمل تور إعلامي مثلا أو جولة إعلامية في عدة دول لنقل المؤتمر إليهم، يعني كونه يعني مرتكز في قطر وهذا، يعني هل مستقبلا أن أنتم تتجولون فيه إعلاميا في عدة دول؟ مثلا الدورة الثالثة بتكون في المغرب، الدورة الرابعة تكون الكويت يعني هذا السؤال. السؤال الآخر، طالما أن مستقبل الإعلام قمة الرواد يركز على خلينا نقول التكنولوجيا والوسائل التكنولوجية في شكل عام، لماذا لم يتم الاستعانة في الشخصيات اللي خلينا نقول منتشرة تكنولوجيا والسوشيال ميديا للتسويق أو للترويج للمنتدى أو المؤتمر؟ وشكرا. طيب، أعتقد أنه السؤال ربما السؤال الأول قد يكون سابق لأوانه أقول، لكني سوف أعطي الزميلية الفرصة للجواب لأن ربما لديهم جواب. يعني أنا أعتقد أن هذه هي النسخة الثانية من قمة الرواد، فنحن لا نزال في مرحلة النشأة في التكوين، وبالتالي احنا نقول بعد 3-4 سنوات
يشتد عود الملتقى هذا يصبح قادرا على أن يقف حيثما وضعته. آنذاك ربما وأنا أقول ربما، القضية لم تناقش أصلا، أنا في حدود علمي لم تناقش يعني، ربما آنذاك يمكن أن نناقش هذا الموضوع، خاصة إذا كانت هناك اهتمامات من طرف بلدان معينة. يعني إذا اتصل بنا الزملاء والإخوة في الكويت وقالوا بأننا نريد لهذا الملتقى أن يكون عندنا، أو على الأقل فرع من فروع الملتقى، لأن الملتقى ربما يفرع لاحقا ويمكن إنجاز جزء منه حسب حاجة المكان في الكويت أو في السودان أو في، وإن شاء الله في يوم من الأيام ممكن في مصر وفي وش اسمه المغرب أو غيرها. لكن في هذه اللحظة أعتقد أننا في مرحلة التكوين، هذا رأيي الشخصي، ولكن الموضوع لم يناقش يعني، ولهذا الزملاء ربما يتحدثوا عن هذا الموضوع أفضل مني يعني. فهل ناقشتم هذا الموضوع أو لديكم فكرة عن؟ صراحة أنا أحيي الأخ، إنها فكرة جديرة بالنقاش، ونعد إن شاء الله بأننا سوف نناقشها. وكما ذكر الدكتور يعني إحنا ربما لأن هي النسخة الثانية فلم نتثبت بعد من 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 القاعدة الصلبة التي نقيم عليها المؤتمر خارج الدوحة، فلكن إن شاء الله نطمح إنه يقام، ولا أعد لكن ربما تكون النسخة الأولى إن شاء الله خارج الدوحة في الكويت. أما بالنسبة للموضوع الثاني يعني أعتقد أنه مهم الإجابة عليه. الفكرة الأولى كانت أو النسخة الأولى من المؤتمر أو من الملتقى كانت كلها دعوات خاصة، يعني لم يكن هو مفتوحا على الجمهور، ولذلك يعني ربما هذا كان هو السبب الأساسي في أنه يعني حاولنا أن نلخص عدد الحضور قدر الإمكان. في النسخة الثانية اكتشفنا أنه لم نسمح بتداخلات يعني من الجمهور كافية لإعطاء معلومات وافية للشركاء يعني أو للشركات أو إبداء صورة وجهة نظر من صناع المحتوى، فلذلك يعني غيرنا صياغة المؤتمر في أو المنتدى في هذه النسخة إلى مجموعة جلسات، يعني لا أسميها ورش عمل ولكن هي ربما جلسات نقاش، وجزء من كل نقاش أن يكون النقاش متاح كذلك مع الجمهور. وأيضا لم نطرق باب التواصل الاجتماعي، ربما يعني خوفا من أن ينهمر علينا سيل أكبر من الأشخاص الراغبين، وكما قال الدكتور يعني لازلنا نتلمس خطانا في الأمر، ولكن إن شاء الله هي تكون بعين الاعتبار. السلام عليكم. الحسن يتبهي جريدة العرب القطرية. لو سمحتم عندي سؤالين. السؤال الأول الأستاذ محمد أبو عقلة يعني يتعلق بالمؤتمر، يعني عاوزين يعني نعرف يعني تقريبا عدد المشاركين في المؤتمر، وكذلك أهم المحاور ولو خطوط عريضة يعني الأهم القضايا التي ستتم مناقشتها على مدى يومين. السؤال الثاني للدكتور مصطفى سواق يعني يتعلق يعني بمدى استفادة شبكة الجزيرة يعني من مخرجات القمة الأولى التي عقدت في مايو الماضي، خصوصا يعني وأن مباشرة بعد نهاية القمة تمت قرصنة وكالة الأنباء القطرية وبدأ حصار قطر، وكذلك طوال 9 أشهر هناك عشرات المحاولات لاختراق مواقع الجزيرة وقنواتها. يعني إلى أي حد يعني استفادت الجزيرة يعني من هذه المسائل التكنولوجية من أجل يعني تقوية جدارها الناري يعني لمنع المقرصنين من اختراقها، وكذلك يعني هل ستكون يعني هذه المسائل القرصنة حاضرة بقوة في الدورة الثانية؟ وشكرا. شكرا أخي على السؤال. بالنسبة للحضور هنالك أكثر من 40 مشارك في النقاش، أي أشخاص يتحدثون. لا، هذول 40 مشاركين على المنصة متحدث. نعم، و150 من الضيوف المدعوون، إضافة إلى يعني أكثر من تقريبا 700 شخص سجلوا حتى الآن، فنتوقع أن العدد الكلي يفوق 1000 مشارك إن شاء الله. بالنسبة للمحاور الأساسية هي 4. المحور الأول هو محور تقنية الكلاود أو السحابة الإلكترونية كما ذكرت، وفي هذا السياق ستناقش أيضا
من وجهة نظر تقنية ومن وجهة نظر تحريرية ومن وجهة نظر سير العمل، يعني ماذا تعني لكل منا كل على حدة. المحور الثاني هو تماما كما ذكرت هو محور أمن المعلومات والتحقق من المعلومات والأخبار الكاذبة وما إلى ذلك والقرصنة الإلكترونية وكل ما يسهم في تشتيت ذهن الشخص مثلا الذي يريد أن يحصل على محتوى وكل التقنيات التي متاحة للدفاع. هذا شق سيناقش أيضا في نفس سياق التفاصيل، ماذا يعني للصحفي، ماذا يعني للتقني، ماذا يعني لمن يقومون بربط العملية. الشق الثالث أو المحور الثالث هو الذكاء الاصطناعي، ما هي أهم المميزات له التي يمكن يستفيد منها الصحفي أو يستفيد منها من ينتج المحتوى بصفة عامة، وكذلك يناقش فيها مستقبل العمل الميداني ومستقبل العمل المكتبي وكيف ستكون هناك تحديات، هل هي مساعدة، هل الروبوتات جزء من المستقبل الذي سنناقشه وما إلى ذلك. والمحور الأخير هو مستقبل التلفزيون أو غرف الأخبار الذكية كذلك، سيناقش هذا ماذا يتوقع أن يعني يكون حال التلفزيون بعد 5 أو 10 سنوات، ما هو المحتوى الذي يجب أن يبث في ذلك الوقت، كيف يتعاطى الناس مع هذه الأجهزة التي بطبيعة الحال ستكون أذكى حالا مما هي عليه الآن. فهذه يمكن الإسهامات الرئيسية والمحاور الرئيسية. بالنسبة لمخرجات الملتقى السنة الماضية. شكرا على السؤال. أعتقد أن مخرجات ملتقى السنة الماضية كان مهما بالنسبة لنا لأنه أثار قضايا كنا نفكر فيها ولكنه أوضحها أكثر، وقضايا لم نكن ربما نفكر فيها بشكل واضح أثيرت بشكل ما داخل الجزيرة بعد ذلك ونوقشت. أنتم تعرفون بأن الجزيرة حتى الآن لم تنتهي بعد من مشروع تطوير البنية التحتية الـ AGWT كما نسميه هنا، نحن على مشارف الانتهاء يعني إن شاء الله مع نهاية هذه السنة أو قبل ذلك، وهذا يعني أن لدينا تجهيزات تكنولوجية شديدة التطور، ولكنها مع ذلك تبقى أجهزة قديمة إذا ما أتيت بها في اليوم السابق، لأن الجديد يأتي يومياً إما على مستوى الجهاز كجهاز مادي هاردوير يعني أو على مستوى التطبيقات التي تصحبه. وفي هذه الحالة نحن نعرف بأنه بقدر ما تزداد صلابة المؤسسة وكفاءة المؤسسة وقدرتها على الدفاع ضد الغزاة ضد المحاولين اختراق المؤسسة إلى آخره، بقدر ما أيضا تزداد كفاءتهم هم وقدرتهم. وبالتالي أنت دائما في سباق مع الزمن، في سباق مع التكنولوجيا، في سباق مع المهارات الجديدة. وأنتم سمعتم يعني مؤخرا وزارة الداخلية الألمانية، وكنا أيام زمان نتحدث عن الألمان يعني باعتبارهم القوة الخارقة في مجال الصناعة، تمكن القراصنة من الدخول إلى أكثر من جهة سيادية في ألمانيا ولم يكتشف ذلك إلا بعد فترة طويلة يعني. فإذا نحن نعرف إذا بأن ما نواجهه ليس سهلا، وعادة نحن لا نريد أن نتحدث عن قضية الأمن الإلكتروني داخل الجزيرة، فهذه قضية تتعلق بجهة معينة تتعامل مع الأمن الإلكتروني، والحمد لله نعتقد أننا نقوم بعمل جيد في هذا المجال ولكن لا ندخل في تفاصيله، لكننا حتما تعلمنا من مخرجات السنة الماضية خطورة القرصنة، خطورة الاختراقات، خطورة تجهيزات جديدة كذا، حتى مش فقط من ما قيل على المنابر ولكن أيضا من النقاشات الخاصة، لأن الهدف من هذه الملتقيات ليس فقط الاستماع إلى ما يقال على المنابر، يعني أنتم حتى أنتم كصحفيين ربما تستمعون لما يقال على المنبر لكنكم تريدون الحديث مع الناس المختصين وجها لوجه وتسألون أسئلة وكذا، وكذلك نفعل نحن. فأعتقد أن الاستفادة كانت موجودة،
والكثير من التطويرات التي نقوم بها داخل الجزيرة كانت إما استفادة من مثل من هذه الملتقى أو من ملتقيات مماثلة، لأن جماعاتنا في التكنولوجيا أيضا يشاركون في ملتقيات دولية تتعلق أيضا بالمسائل التكنولوجية بما في ذلك أمن المعلومات في كل يعني في كثير من البلدان. ثم عن طريق هذا التشارك مع الشركات هذه التي تتعامل معنا الآن باعتبارنا شريك حقيقي وليس باعتبارنا مجرد مستهلك، وهذا شيء مهم جدا جدا، يعني يمكن أن نعرف الكثير مما يفعلونه أو مما يمكن أن يفعلوه في مستقبلا مما لم يكن يحدث سابقا. لهذا أنا أعتقد أن الاستفادة كانت كبيرة. التفاصيل بطبيعة الحال هذه تدخل في إطار العمل اليومي لزملائنا في مختلف القطاعات. يعني أستاذ عبد الله عندكم أي إضافة؟ حضرتك محمد الحكيم جريدة الراية، حضرتك تحدثتم عن شراكات مع شركات التكنولوجية في مجال يعني استشراف صناعة التكنولوجيا المستقبلية الخادمة للمؤسسات الإعلامية، فهل الطرف الآخر ستكون الجزيرة وحدها الآن أم هناك تحالفات من المؤسسات الإعلامية الأخرى مع الجزيرة تكون طرفا مع شركات التكنولوجية في هذا الصدد؟ وإلى أي مدى يعني من المتوقع أن تنجح هذه الشراكة في تحويل دفة صناعة التكنولوجيا المستقبل الخادمة لاحتياجات السوق والاحتياجات المؤسسات الفعلية على الأرض؟ شكرا. يمكن أبدأ أنا بالرد عموما على الموضوع. شكرا أخي على السؤال. بالنسبة لي يعني النقاش مع الشركات التي تصنع التقنيات، أعتقد كما أسلف الدكتور ربما عندما بينا أننا مهتمون فعلا بكيف يصنع القرار التقني، وأننا نريد أن نكون جزء يعني يساهم في إضاءة الطريق بالنسبة لصناعة مستقبل الإعلام، وحاورناهم وجلسنا معهم يعني وجدنا صراحة قبول منهم، ليس لأنهم يعني لا يدركون قيمة السوق بالنسبة لهم، ولكن لأنهم وجدوا أنه عندما يكون النقاش من طرفين فرصهم في 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 يعني تكبير حجم مبيعاتهم ربما تكون أكبر، لأننا نشتري أشياء نحن طلبناها أكثر مما أنهم يعرضون علينا أشياء ربما لم نطلبها وربما لا نكون في حاجتها. هذا شق. الشق الثاني عقد الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات إعلامية ثانية وأخرى شبيهة لنا أو مماثلة في احتياجها. أعتقد أنه هذا هو من لب يعني ما يريد المؤتمر أو ما تريد القمة أن تسهم فيه، ولذلك يعني نسعد باستضافة شركات عالمية في صناعة الإعلام مرموقة الأسماء ربما يعني تتواصل معهم على هوامش المؤتمر، وهم لديهم نفس الهموم، ولذلك وجدوا فعلا يعني مساحة وهنالك رغبة حقيقية في التواصل معنا وأن نكون يدا بيد نسهم في دفع عجلة التطور التقني وصناعة الإعلام المستقبلي أو التقنيات المحيطة به بالنسبة لنا كلنا كجزء من المنظومة. دكتور؟ طيب. أولا يعني هناك تواصل كبير بين الجزيرة وبين المؤسسات الإعلامية الكبرى، يعني البي بي سي والسيانان وغيرها، يعني ما نحن يعني لم نكن بعيدين عن هؤلاء حتى قبل تواصلنا مع شركات التكنولوجيا، فالتواصل مع المؤسسات الإعلامية سابق للتواصل مع شركات التكنولوجيا. ولعلكم تلاحظون أن مسؤولين كبار في المؤسسات الإعلامية كبرى سيكونون ضمن الحاضرين في المشاركين في هذه القمة، لأنهم مهتمون بالموضوع كما نحن مهتمون به، يعني الاهتمام موجود منهم بنفس الشكل، لأن التحديات التي يواجهونها هي نفس التحديات التي نواجهها. في بعض الحالات ربما بعض التكنولوجيات وبعض التطبيقات ربما سبقونا، ولكن في الكثير منها سبقناهم، وأخونا أبو عبد الرحمن هنا ذكر سابقا أننا استعملنا أو بدأنا في استعمال السحابة قبل أن يستعملها الآخرون، وبعضهم فقط بدأ الآن.
فإذا الجزيرة، عندما نتحدث عن الجزيرة كمؤسسة رائدة لا نتحدث عن ذلك في فراغ، نتحدث عن ذلك في الواقع. إذا على المستوى، على مستوى المحتوى، الجزيرة ما زالت رائدة حتما، وعلى مستوى استعمال التقنيات أيضا الجزيرة رائدة، ونريد أن نكون رواد دائما. طبعا نحن نتعاون مع المؤسسات الأخرى، ولا شك أنهم في بعض الحالات يعني نستفيد منهم نحن، لأنهم استعملوا بعض الأشياء التي لم نستعملها، هذه هي طبيعة العمل، يعني نستفيد من بعضنا البعض. فأعتقد أنه المؤسسات الإعلامية تبقى هي الجهات الأقرب لنا. لماذا؟ لأننا نتعامل، يعني ننتج محتوى متشابه أو متماثل في بعض الحالات أو كذا، واهتمامنا بالتواصل مع الجمهور وبتوصيل المعلومة للجمهور وبتسهيل العملية على الجمهور، بالتدقيق فيما يتعلق بالمعلومة الصحيحة، بالتأكد من أننا قادرون على مواجهة تحديات القرصنة وتحديات التشويه الذي يحدث في الإعلام. هذه علاقتنا مع المؤسسات الإعلامية أكبر حقيقة. الجهة الأخرى تأتي كطرف مساعد فيما يتعلق بالتكنولوجيات، ونحن نرحب بهذه المساعدة ونستفيد منها كثيرا. أما فيما يتعلق بقضية إلى أي حد هذه الشركات تخدم يعني المستهلك، فبطبيعة الحال هذه الشركات لا يمكن أن تستمر لو إذا لم تخدم المستهلك. لكن هل تخدم المستهلك بالطريقة التي نريدها نحن مثلا، التي يريدها الإنسان في العالم العربي أو الإنسان في العالم الثالث، أو التي يريدها طرف معين يؤمن بقيم قد تختلف مع قيم تلك المؤسسات؟ ربما لا. ولهذا يكون مثل هذا الملتقى هام، لأن علينا أن نطرح فيه هذه المسائل، مسائل تتعلق حتى بالقيم. يعني التكنولوجيا تنتج، والكثير من الناس يقولون والله هذا يمكن أن تستعمله في الغناء لتطرب الأسماع، ويمكن أن تستعمله في الصراخ لتزعج الناس، ويمكن كذا، لأنها أداة محايدة. لكن هل الأدوات التي نستعملها، التليفون هذا، الهاتف هذا، والوسائل الأخرى والتطبيقات التكنولوجية، هل هي محايدة حقيقة؟ طيب هناك أكثر من رأي. إذن علينا أن نطرح هذا التساؤل على الجهات، على الجهات التكنولوجية التي تقول بأن المواد التي تنتجها هي محايدة، تماما كما يقول صناع السلاح، نحن نصنع السلاح لكن نحن لا نقتل به، الإنسان يقتل به أو يدافع عن نفسه أو يصطاد به الحمام، هذه قضيته، شايف كيف؟ فنفس الشيء بالنسبة للتكنولوجيات هذه. أعتقد بأن هذه المؤسسات لديها هموم، لديها تحديات تريد أن تعرف، ونرجو يعني أن تتعاون مع الجهات التي حقيقة تريد أن تقدم خدمة تساعد في تطوير الإنسانية، كما قال عبد الله سابقا، تخدم المشاهدين، تخدم الإنسان بالدرجة الأولى، وهو كما تعرفون شعارنا أننا الجزيرة مع الإنسان. شكرا دكتور. بس إذا ممكن نعطيها الميكروفون، إذا تعرفونا باسمكم. السلام عليكم، هاجر بوغامي من جريدة الشرق. ربما هي ملاحظة ولكن في شكل سؤال، نسخة ثانية من هذا الملتقى يأتي ربما في مرحلة يعني فيها تعيش فيها الجزيرة أكثر تحديات من النسخة الأولى. يعني اليوم ما هو مطلوب هو البحث عن حلول والبحث عن ربما سبل للذود عن نفسها، لتحسين نفسها من كل محاولات القرصنة وما شابها. فما هي بالنسبة إليكم دكتور سواق أبرز التحديات التي تواجهونها والتي ستطرح على طاولة النقاش؟ ما هي أبرز ربما التحديات أيضا التي تواجه الشركات الأخرى وتواجه هذه الفرص التي هي بلا حدود؟ ما هي حدود هذه الفرص في النهاية يعني؟ شكرا. يعني أنت دخلت إلى لب المسألة الإعلامية، ما الذي نفعله نحن كإعلاميين، أنتم في الصحف والمجلات والتلفزيونات، نحن في شبكة الجزيرة وفي الشبكات الإعلامية العالمية، نحن نريد
أن نقوم بعمل مهني يتعلق بنقل المعلومة الصحيحة للمتلقي، بوضع هذه المعلومة الصحيحة في سياقها حتى يفهمها المتلقي الذي لا يتابع كل شيء، كل ما يجري، أن نأتي بالمحللين الذين يمكنهم أن يقدموا العمق الضروري لفهم كل ما يتعلق بهذه القضية، بالقضية المطروحة أو بالمعلومة، وأن نأتي أيضاً بأصحاب الرأي من أجل أن يقدموا مختلف الآراء حتى يدرك الناس هذه الآراء المختلفة. هذا الذي نقوم به نحن بالدرجة الأولى. طبعاً نبحث في برامجنا مثلاً في البرامج الاستقصائية عن كشف المستور إلى آخره كما نفعل دائماً، لكن هذا جزء من تقصي الحقيقة، من البحث عن الحقيقة. إذن ما هو التحدي الذي يواجه الإعلام المهني الذي يريد أن يبقى دائما ملتزما بالحقيقة، بالحقيقة كما شرحناها؟ لا نتحدث عن الحقيقة الفلسفية المطلقة، نتحدث عن الواقع كواقع كان فهمه إلى آخره. هذا الذي نريد أن نتأكد من الحفاظ عليه. عندما تقوم جهة ما بقاصنة وكالة الأنباء، وكالة أنباء، ووضع معلومات خاطئة فيها، كلها خاطئة بالصوت والصورة، والصورة المتحركة كمان، ماذا يعني هذا؟ يعني محاولة لاستعمال التقنيات المتوفرة من أجل تشويه الحقيقة لأغراض لا علاقة لها بالحقيقة، صح ولا لا؟ ولهذا لاحظنا بأن العملية تمت على مستوى وكالة الأنباء القطرية مثلاً، وبعد ذلك مباشرة نفذ مشروع سياسي كان مخطط له في السابق. طيب، هذه عملية كبيرة جدا تداعياتها على المنطقة كبير جدا، على العالم العربي كبير جدا، بل وعلى العالم. المشكلة هنا تناقش في واشنطن وتناقش في باريس وفي لندن وفي كل مكان. هذا مثال بسيط، لكن تصوروا حجم التشويه الذي يحدث على مستوى الإعلام حاليا. لو تابعتم الإعلام المصري، وأذكره بالاسم لماذا؟ لأنه حامل مشعل التشويه الإعلامي في العالم العربي حاليا، وخاصة وأن مصر لديها يعني وزن إعلامي قوي جدا لوجدتم ما يدهش أي إعلامي منا، أنه فيه إعلاميين أو ناس يسمون نفسهم إعلاميين ممكنهم أن يتورطوا في مثل هذا التشويه، في مثل هذا الكذب. نفس الشيء بالنسبة لي يعني وجهات أخرى كثيرة على كل، يعني نتحدث عن يعني عن 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 ما يهمنا حاليا، لكن حتى في أمريكا التي كنا نتحدث عنها باعتبارها مركز الإعلام الحر إلى آخره، أنتم ترون كيف يقول الرئيس الأمريكي نفسه بأن الإعلام يشوه وأن الإعلام يزور إلى آخره، ومن جهة أخرى الإعلام يقول بأن الرئيس يكذب وأنه كذا، كل هذا يدور. لكن على مستوى منصات التواصل الاجتماعي وعلى مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وما تحمله من تشويه، هذا كيف نتعامل معه؟ هذه هي التحديات الكبرى. كيف يمكن أن نحافظ على إعلام مهني ينقل الحقيقة للناس؟ لأن الحقيقة هي التي تؤسس لمعرفة صحيحة، لتوعية صحيحة عند الناس، بإمكان الناس بعد ذلك، المواطن بعد ذلك، أن يتخذ قراره استنادا إلى معلومات سليمة وليس إلى معلومات مكذوبة، معلومات مزيفة. هذا هو التحدي الكبير. نحن نريد من أو نطلب في خلال نقاشنا مع زملائنا من الشركات هذه التكنولوجية أن تساعدنا في هذا المجال، وهناك إمكانيات للمساعدة بطبيعة الحال، هذه تدخل تفاصيل تكنولوجية. يعني لولا ذلك مثلاً، لولا أن هناك وسائل، لا والله لكنا دمرنا في 24 ساعة على مستوى الـ 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 الأمن الإلكتروني، أنه فيه ناس عباقرة في الـ في الـ في الـ في الـ في القرصنة، ممكن يدمروا أي جهة. لكن لأن هناك تكنولوجيات وتطبيقات جديدة تساعد العمل الجاد على الحفاظ على جديته، نقول بأنه ننجح في أغلب الحالات، حتى ولو سقطنا في بعض الحالات إن شاء الله لا نسقط حتى في أي حالة، لكن ولهذا المسألة هذه
أعتقد أنها مسألة التحديات هذه راح تستمر، لن تتوقف، لأنه كلما وجد طريقة لإغلاق الباب والنافذة وكذا بيطلع اللص عنده طريقة أخرى لفتح ثقب ما في الجدار اللي مش عارف علشان يدخل يسرق ولا يشوه ولا يحرق ولا كذا. يعني دائما هذه الملاك والشيطان، الشر والخير، هذه دائما موجودة يعني، وسوف تستمر، وبطريقة هذه حتى العمل تاع الشركات هذه يستمر يعني. طيب انا اعتقد انه هذا كان اخر سؤال، نشكر لكم جميعا حضوركم الكريم، نامل ان نلقاكم غدا وبعد غد في الملتقى في المؤتمر، وطبعا يمكنكم متابعه اعمال المؤتمر عن طريق التغطيه المباشره على الجزيره مباشر. شكرا لكم جميعا. لكن نريدكم ان تكونوا هناك بكل تاكيد حتى تسهموا في نقاش جزيره مباشر للمشاهدين. ايوه، شكرا جزيلا حقيقه، شكرا على حضوركم، تحياتي.